أكرم به للشرع والفقه سلما غرامي دليل من كتاب وسنة وإجماع أهل العلم القيس احكما. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فإن مدار الحديث على الحكم التكليفي الذي فيه مخاطبة الإنسان المكلف بشيء فيه كلفة وجهد ومشقة، والجهد والمشقة مرتبطان بالتكليف، وإن كان لا يصلان إلى درجة ما لا احتمال للإنسان ولا قدرة له عليه. فحينما يطلب من الإنسان الفعل فيما يتجاوز طاقته وقدرته يكون التكليف حينئذ قد ارتفع، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذا التكليف من أنواعه تكليف بالفعل، أي استدعاء الإنسان المؤمن المكلف بأن يفعل شيئا، لكن هذا الاستدعاء له مستويان ودرجتان، من حيث هو استدعاء وطلب فعل هو واحد في الحقيقة من حيث الجوهر، ولكن باعتبار مستوى الطلب فإنه يتنوع إلى طلب فعل على وجه الحتم والإلزام، وإلى طلب فعل ولكن من غير حتم ولا إلزام، وهما قسمان كبيران. بينت أن بعض الأصوليين اختار أن يسمي أو يعرف ما طلب من المكلف فعله بحتم وإلزام وهو الواجب، عرف بأنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، واختار هذا التعريف بعض الأصوليين، ولكنه في الحقيقة يأتي مفيدا ولكنه في درجة أخرى، لأن الفرق بين التعريف بالحد والتعريف بالرسم فرق واضح. فالتعريف بالحد هو تعريف بالماهية بالجوهر بالحقيقة، ولكن التعريف بالرسم هو تعريف بما ينتج وما يلزم عن الماهية. والحدود أسبق من الرسوم وأكثر منها دقة، لأن الذي يقول إن هذا المأمور به وهو الواجب يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فإنما يتصور أن المكلف عرف ما هو واجب ففعل أو ترك، أي حينما يقال يثاب على فعله أو يعاقب على تركه مقتضاه أنه عرف أن هذا واجب ففعله فأثيب، أو عرف أنه واجب ثم تركه فعوقب. ولكن يبقى دائما الأصل هو التعريف بالماهية وبالحقيقة وبالجوهر وبالكون. هذه مسائل معروفة في التمييز بين أنواع التعريف بالحدود وبالرسوم، ومن الرسوم ومن الأشياء الزائدة إيراد الأحكام في الحدود، إدراج الأحكام في الحدود درجة أخرى. وقد يكون التعريف بالمثال وبأشياء من هذا القبيل، ولكنها درجات أخرى ليست في درجة الحد. التعريف يفيدنا أن نقول إن الواجب يثاب أو يعاقب ليس من باب التعريف به حقيقة، ولكن من باب بيان أهميته وقيمته،
لأنك حينما تدخل عنصرا جديدا هو الثواب والعقاب يكون للأمر معنى آخر وبعد آخر. حينما يدعى الإنسان إلى أن يفعل شيئا افعل كذا، لكن يبقى للإنسان بعد ذلك خيار أن يفعل أو لا يفعل، ولا يذكر له بأنه إن لم يفعل سيعاقب، بمعنى أن الأمر الذي وجه إليه ليس أمرا وإنما هو مجرد نصيحة أو إرشاد لا غير، لأن الذي يجعل الأمر أمرا هو ترتيب الثواب والعقاب، هذا في الشريعة وحتى في الأحكام في القوانين. لماذا يسمى هذا النص ملزما للناس؟ مثلا في قوانين المرور، إن الإنسان إذا هو تجاوز ما هو معروف أو انتهك قوانين المرور وضبط فإنه يعاقب بنوع من أنواع العقوبة، بنوع من أنواع العقوبة. لماذا عوقب؟ لأنه انتهك هذا القانون ما لم يحترمه ولم يلتزم به فعوقب، ولكنه لا يقال له هذا قانون مرور إن شئت فالتزم به وإن شئت فأنت بالخيار. لن يبقى القانون قانونا، لو فوض أمر القوانين إلى الناس أن يفعلوا أو لا يفعلوا لكانت القوانين نصائح، وهو الأمر الذي سبقت إليه الشريعة حينما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الأفعال مآلاتها، وهؤلاء قال عنهم ساء ما يفعلون، وذكر عن هؤلاء أن لهم العقوبة وكذا. ليس معنى ذلك أن الشريعة تريد الانتقام من الناس أو تقسو على الناس، ولكن لأجل أن ينتظم أمر الناس لابد من ترتيب نتائج وعقوبات على ترك الواجب، وترتيب كذلك مثوبات ومكافآت وجوائز على فعل الواجب، وبهذا يمكن للحياة أن تنتظم وأن تسير سيرها الصحيح. لذلك قلت في إننا حينما نختار تعريف الواجب بماهيته نقول ما اقتضى الشارع من المكلف فعله بحتم وإلزام. فإن قلنا أو أخذنا بالتعريف الآخر الذي هو أقرب إلى أن يكون تعريفا رسميا لا حديا، قلنا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، بيانا للحكم في الحقيقة وبيانا للقيمة وبيانا أن الأمر ليس مجرد نصيحة، ولكن هذه التعاريف كلها موجودة في كتب الأصول. هذا الواجب أو هذا المأمور به حينما يدرس في أصول الفقه يدرس على مستويات، نتحدث عن المأمور وهو المكلف، وعن المأمور به وهو الفعل، والمأمور فيه وهو الزمن. وهذا هو الذي عرضت لبعضه حينما تحدثت عن الواجب باعتبار الزمن، وقلت إن الواجب باعتبار الزمن منه مضيق وموسع، هذا باعتبار الزمن الذي يستوعب الأمر فهو مأمور فيه. الآن أتحدث عن المأمور نفسه، تحدثت أيضا فيما سبق المأمور به، وبينت أن بعض ما يؤمر به الإنسان فيه إلزام وبعض فيه تخيير، وتحدثت عن خصال الكفارة وما خير الله تعالى الناس فيه من الأشياء، من الإطعام، إطعام 10 من المساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو بعد ذلك صيام إذا لم يجد أي تخيير واقع بين الثلاثة الأول. أما التخيير لا ليس، أما الصيام هو يأتي بعد العجز عن كل ما سبق، هذا سبق البيان. الآن أتحدث عن المأمور وهو المكلف، وهؤلاء الذين يكلفون أي البشر حينما يكلفون للشرع في خطابهم وفي تكليفهم طريقتان، فهناك واجب من حيث الوجوب، الآن واجب نتحدث عن الواجب وإن كان هذا الذي أذكره ينسحب على المندوب أيضا فيما بعد، ولكن لا يتضح إلا ببيان تفاصيله في الواجب. هذا الذي
يتوجه الخطاب به إلى الناس إما على سبيل الفرض العيني أو الفرض الكفائي. هما أمران، إما أنه فرض موجه إلى الأعيان أي إلى الفرد نفسه إلى المكلف نفسه، وإما أن يكون موجها إلى غير العين إلى الكفاية، وهذا سأبين إن شاء الله من المخاطب في الفرض الكفائي. طبعا نحن حينما نقرأ هذا في مبادئ العلوم في مبادئ الشريعة نكتفي بأن نقول فرض عيني وفرض كفائي، ولكن هذا الآن حينما نتحدث في أصول الفقه لابد أن نسأل عن جوهر الأشياء وحقائق الأشياء وتصورات الأصولية للأشياء. فأقول الأصل الوقوف مع المادة اللغوية وهي العين والكفاية. العين، ما المراد بالعين وما المراد بالكفاية، ما هي دلالاتها من حيث اللغة ومن حيث أيضا حتى بعض المصطلحات. فأما العين فلا يبدو أن الأصل فيها هو الجارحة، هي هاته التي يبصر بها الإنسان، جارحة الإبصار هي العين، ولا شك أنها وهي عين لها مكان في جسم الإنسان وفي رأس الإنسان، فهي لها هذا الشفوف ويحتاجها الإنسان ويستعملها كثيرا، فكانت لها هذه الميزة، كانت لها هذه الميزة. ثم كانت هناك عين الماء، وعين الماء هو ذلك المكان الذي ينبجس منه الماء ويخرج منه الماء، والناس حينما ينظرون فيه في الحقيقة يسرون من الأشياء التي يسر الإنسان برؤيتها رؤية الماء إذا كان ينبجس من عين، فكل من يمر بالعين ولو كانت صغيرة تستوقفه، فيها لمعان، فيها بريق، فيها أمل، فيها أشياء كثيرة. لذلك ربما الذي وقف أمام المكان الذي ينبجس منه الماء تصورها بأنها تشبه العين فسماها عين الماء. والجامع بين العين الباصرة المبصرة وعين الماء هو نفاستها، فعين الماء تتعلق بها الحياة، والناس حينما يرون الماء يرون الحياة، وخصوصا في البلاد التي يكون فيها الماء قليلا مرء العين يسر الإنسان لأنه يعطي الإنسان اطمئنانا وأملا، بخلاف ما إذا كان يمر بأرض قفر ليس فيها ماء. إذن فالجامع لا شك أن هذا وذاك متقاربان، والماء حينما يكون نظيفا وينسب إلى الأصل يقال هذا ماء معين، ماء معين منسوب إلى العين التي خرج منها، فهو ليس ماء مؤتى به أو مستجلبا من جهة أخرى، لأن الماء إذا خرج من العين كان أنظف أنواع المياه، حينما يرى الناس بثاقه من حجر مثلا يكون الماء نظيفا جدا ولماعا وبراقا، فسمي الماء ماء معين أي الماء الصافي الذي يشربه الإنسان مطمئنا. ثم كان هناك عين وهو الذهب، والعرب تسمي والفقهاء في لغة الفقهاء زكاة العين في أنواع المزكيات زكاة العين، ويتحدثون أساسا عن الذهب، والذهب صلته بالعين الأولى وبالعين الثانية هي صلة النفاسة. العين والذهب بالنسبة إذا لكل المعادن إذا ما قورنا بها هو أفضلها، الذهب هو أفضل المعادن وعلى الأقل فيما كان معروفا. وهذا الذهب إذا ما نسب إلى معظم المعادن هو كالعين حينما تنسب إلى الجسد، كالعين التي ينبجس منها الماء إذا ما نسبت إلى الأرض ففيها نوع من النفاسة. وفي الناس أعيان كذلك، ليس عيونا ولكنهم أعيان، وفيات الأعيان. من هم الأعيان؟ هم أناس
لهم ظهور وشفوف بسبب مكرمة من المكارم، إما لأنهم شجعان في قومهم، أو كرام يطعمون، أو إنهم يتحملون الحملات وما إلى ذلك. ودائما كانت في بعض الشعوب كان هناك أناس يمتازون ويتميزون عن المجتمع بفعل معين، إما علم وإما نجدة وشجاعة وكرم أو شبه، وإذا كان من الناس الذين لا يعنيهم إلا أن يأكلوا ويشربوا فلن يكون من الأعيان أصلا. لذلك تجدون في كثير من الكتب الحديث عن أعيان العصر وأعوان النصر وفيات الأعيان لابن خلكان وما إلى ذلك. فأعيان الناس هم الآن هؤلاء الذين يسمون أيضاً سرات القوم، سراتهم ومقدموهم، ويمتازون دائما بالحكمة وهذا شيء غالبا ما لا يعطى، وإنما يكون الناس عليه. أي هناك قانون يعرفه علماء الاجتماع يسمونه قانون الانتخاب الطبيعي. قانون الانتخاب الطبيعي في الطبيعة موجود، حينما يكون هناك فريق قطيع من الأيائل أو الثيران وما إلى ذلك، يحتاج هذا القطيع إلى من يقوده وإلى من يرأسه. هذا الذي يرأس القطيع هو الأقوى والأقدر على أن يحفظ للقطيع حياته، فيكون هو المتقدم. فإذا ظهر في القطيع من هو مقارب له أو ظن أنه في مثل قوته، فإنه يوقف القطيع ويتناطح الرئيس والطامع في الرئاسة، يتناطحان. فإذا استطاع الرئيس أن يهزم الآخر فإنه يهزمه، ويدخل الآخر المهزوم في الصفوف ويستمر هو في قيادة القطيع. ولكن إذا هو غلب وانهزم فإنه لا يفعل شيئا إلا أن يدخل في القطيع وتستمر، معنى لا يحدث له بعد ذلك شوشرة أو يشوش عليه أو يحدث له فوضى، لا، انتهى دورك، تدخل القطيع وتمشي القطيع. هذا يسمى قانون انتخاب الطبيعي. هذا قانون انتخاب طبيعي، ما فيه لا رشوة ولا مال ولا فيه هذه الطبيعة. وذلك كان الناس هكذا يربون. سادة العشيرة لما تتحدث الخنساء عن أخيها صخر، وإن صخرا لكافينا وسيدنا وإنه إذا نشت لنحار، تتحدث عنه وتتحدث عن صفاته، ثم تقول إنه ساد العشيرة أمرد صغيرا بهذه المكارم. هذا معنى أن يكون هذا من السرات أو من الأعيان، أو ليس بمعنى سياسي أو بمعنى تجمع أو مجموعة من الأشخاص يدلسونه أو يعطونه هذه الصفة، بل هو هذا أمر طبيعي عادي وهو الموجود في الطبيعة. انتخاب الطبيعي، قانون انتخاب الطبيعي هو الموجود في الطبيعة. إذن هذه بعض المعاني التي تستعملها العرب لكلمة العين، والعين تستعملها العرب أيضا بمعنى آخر، هو بمعنى يطلقون العين على الذي يستعمل عينه، هو عين على الناس كثير الإبصار أو الذي ينقل المشاهد والأخبار. غالبا ما يقولون الذي يأتي بالأخبار مثلا للجيش، هناك الرائد، والرائد هو الذي يتقدم الجيش، إن الرائد لا يكذب أهله، إن الرائد لا، هذا يتقدم ويعرف ويتنطص الأخبار حتى لا يقع الجيش كله في 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 كمين. هناك أناس آخر كان الجيش يبعث العيون، معنى الأشخاص الذين يتنطصون ويعرفون ويسمعون الأخبار حتى لا يتقدم الجيش إلى مهلكة. فهذا المعنى العين. وهو دائما في العربية من يستعمل جارحة أكثر من غيره يسمى بها. فالذي يصغي إلى الناس كل الأخبار ويتقبلها ولا يردها يسمى أذنا، والذي يبصر ويستعمل بصره ويشتغل به يسمى عين، ويقولون هو أذن، قل أذن خير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى بعض الصحابة نقلوا له بعض أخبار المنافقين فصدقهم،
فقالوا هو أذن أن يصغي إلى كلام الناس. قال الله لهم أذن خير، هذا ليس أذنا كما تعرفون أو تظنون، هو أذن خير، هذا يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. حينما يخبره المؤمنون يؤمن لأخبارهم لأنهم يعرفوا، لأنه يعرف أنهم مؤمنون. إذن هذه بعض استعمالات كلمة العين. ثم هناك الاستعمال الآخر الذي لا أريد أن أتحدث فيه، وهو العين هو عبارة عن تأثير شخص في آخر عن طريق الإبصار، وهذه مسألة أخرى. فالذي يفعل ذلك هو العائن، والذي يقع عليه ذلك هو المعين. وللناس في ذلك كلام، للفقهاء في العين. لا أتحدث عن ما يتحدث به العموم، إنما أتحدث عن الفقهاء والذين يتحدثون عنه هم بعد أن يتحدثوا، أي العلماء بعد أن يتحدثوا، وهذه أحب أن أذكرها. لا يرتبون على العين أثرا في الغالب، إلا بعض المالكية قالوا بأن الإنسان إذا كان يعرف منه أن له عينا، وأن تكرر ذلك منه، وأن بعضهم مثلا مات من عينه، نظر إنسانا ومات من عينه، هل يقتص منه لأنه عانه أم لا يقتص؟ هذا سؤال طرح. بعض الفقهاء قالوا إذا كان ثبت عليه ذلك، لكن معظم الفقهاء، وهذا الصحيح الذي يقول به النووي وغيرهم، قالوا إن الأحكام الشرعية هي أحكام ظاهرة ومنضبطة، لا يمكننا أن نحاكم إنسانا على أنه عانى آخر وألحق به ضررا، لأن ذلك كل من عالم المعاني. قد يكون هذا صحيحا وقد يكون غير صحيح، قد يكون الكلام مجرد مبالغات. فكيف نقول لإنسان ما إنك كنت أنت السبب في أن فلانا كان في سيارته وكان كذا، فكنت نظرت إليه نظرة فوقع منه أنه مات فنحاسبك أنت؟ إذن يصير هذا إضاعة للشريعة الإسلامية. والشريعة دائما لاحظوا أنها شريعة محكمة، لا تؤمن بهذه الأشياء. هذا كلام موجود في بعض كتب الفقه، بعض الكتب، وهذا الكلام الذي ذكرت لكم وكلام الإمام النووي، يقول بأن الشريعة شريعة محكمة لا تعتمد هذا. فماذا ما ليس هناك قتل كما هو معروف، فلا يمكن أن نقول إن فلانا قتل فلان حينما نظر إليه بعين كذا وأنه بسبب ذلك توفي، لأننا إذا أجرينا هذا فقد ألغينا أحكام الشريعة. الشريعة دائما تحكم بالظواهر. يدخل بعض الناس بعض الأشياء من عندهم، ولكن مشكلتهم أنهم حينما يريدون أن يؤسسوا عليها أحكاما شرعية يأتي الخلل. الإمام مالك كان يسأل عن الرجل يتزوج جنية والمرأة يتزوجها جني، هل هذا صحيح أم ليس صحيح؟ الناس يتحدثون عن هذا كثيرا، لكن مالكا يقول أما نحن فلم نقرأ في كتاب الله إلا أن المرأة من جنس الرجل، من نفسه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، والجن ليس من أنفسنا، فلا نتزوج به ولا يتزوج بنا. وقال قال مالك لو صح أن امرأة يتزوجها جني لا ضاعت الشريعة، لأن أي امرأة يمكنك أن تجدها حاملا مثلا ولا يعرف لها زوج، بإمكانها أن تقول هذا الأمر سهل، ما من أين أتاك هذا الحمل؟ تقول هو من زوجي الجني ولا أستطيع أن أحضره. فإذن لن يضبط شيء. هذا قول الإمام مالك. لاحظوا في الأشياء حينما يحافظ، كما قلت، العلماء يحافظون على رسوم الشريعة وظاهر، ولكن حينما ندخل في الشريعة أو يحاول البعض أن يدخل أشياء غير ثابتة بالظن بالتوهم بالحدس، يريدون أن يجعلوا هذه أحكاما شرعية. هل يجوز لك أن تظن بإنسان ظنا سيئا لأنك تنظر فيه ورأيت أنه إنسان شرير مثلا؟ لو فعلت ذلك لكنت ظالما لأخيك، ما لم تجد عليه دليلا ومستندا لا يجوز لك أن تظن فيه سوءا، إلا إذا كنت تعتبر نفسك أنت أصل الحقيقة وأصل التشريع، وأنك لا تقول إلا الحق ولا ترى إلا الحق، وهذا هو الوهم بعينه، هذا هو الوهم بعينه. إذن فأعود فأقول إن العين بهذا المعنى الذي هو النظر إلى الغير كذا، قلت مذكور، ولكن ليس له أثر شرعي عند أكثر الفقهاء.
أي لا تترتب على الأحكام، ودع الناس من بعد يتحدثون في ما يشاءون. هذه كلمة العين بعد هذا الحديث أو الاستعراض الذي هو في اللغة وهو مهم جدا. لا تتصور أن استعراض الدلالات اللغوية يبعدنا عن جوهر ما نحن فيه. الدلالة اللغوية هي أساس مستند للدلالة الاصطلاحية. الدلالة الاصطلاحية لا تنفك عن الدلالة اللغوية، والدلالة الاصطلاحية هي نفسها مؤسسة على الدلالة، على نوع من هذه الدلالات التي وقد بينت أن الدلالة وإن كانت متعددة في ما يتعلق بالعين وفي تقاليب أو ما تطلق على العين، فهناك خيط ناظم، هناك معنى وهو معنى النفاسة ومعنى الشيء الثمين في ما حوله. فالإنسان الذي يسمى من العيان في قومه كالعين في الجسد، والماء عين الماء كذلك مثل ذلك بالنسبة للأرض. فهناك هذا الملمح أو هذا الملحظ الذي لا يمكن تجاوزه. قلت العين عند بعض العلماء هو القائم بذاته، ما يقوم بذاته، ما يقوم بذاته من الأشياء، سواء كان جوهرا أو كان اسما يسمى عينا. في مقابل ذلك، في مقابل العين، شيء آخر هو المعنى. هذه المعاني التي يمكن أن نتحدث مثلا عن عالم، عن جاهل، عن خفيف، ثقيل، بعيد، قريب وما إلى ذلك، هذه معاني. لكن هذه المعاني لا تستقل بنفسها، إنما هي صفات وأعراض للجوهر أو للذات. فإذا قلت أنت زيد، فذات زيد منفصلة ومستقلة، هي عين، لكن ما يقابلها من الأوصاف أن تقول زيد مثلا كريم، فكريم لا وصف يحتاج إلى موصوف، عرض يحتاج إلى جوهر، وبالتالي فإننا نقابل بين أمرين، بين العين والمعنى. العين يقابلها المعنى وأوصاف. ومن هنا يقال إن الكون هو أعيان وأوصاف، الأعيان أو معاني، أعيان ومعاني. الكون كله هو عبارة عن أعيان وأوصاف، هي أوصاف ومتعلقة ومرتبطة بالأعيان. هذه الأعيان أي التي ينصب عليها وتستقل بنفسها وينصب عليها الحكم، قد تكون مما يدرك بالحواس، مما يدرك بالحواس كاللون والجسم والجرم وما إلى ذلك، يدرك بالحواس ويسمى الصورة. هذا العين يسمى صورة. وإما أن يكون هذا العين ليس مما يدرك بالحواس كالشجاعة، المروءة، الكرم وما إلى ذلك، هذه هي أيضا عين، ولكنها عين من المعنى، ليست مادية، وبالتالي هي ليست داخلة في تحت مسمى الصورة، ليست صورة، هي عين ولكنها ليست صورة. المعنى الذي يسقط على العين إما أن يكون وجوديا وإما أن يكون عدميا. المعنى الآن أنا أميز الآن بين العين والمعنى. المعنى هي الوصف الذي ينطبق والذي يعلق على ذلك، على تلك العين، ويسمى المعنى. فقد يكون وجوديا وقد يكون عدميا. وهذه في 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 حينما نتحدث عن الألفاظ والنسب بالنسبة للألفاظ، هناك تقسيم معروف في علم المنطق. فما هو وجودي وما يثبت شيئا؟ فمثلا إذا قلت عالم وقلت جاهل، فالعالم صفة وجودية بمعنى وجود العلم فيه، ولكن حينما تقول هو جاهل معناه عدم العلم فيه. فهذا العدم، هذه الصفة السالبة التي هي عدم العلم، مقتضاها أن يكون الجسم أو من يوصف بها في الأصل صالحا لأن يوصف بها. مثلا إذا قلت فلان عالم، هذه صفة وجودية. إذا قلت فلان
جاهل. هذه صفة؟ لكن ما الشرط؟ الشرط صلاحية هذا المحكوم عليه بأن يكون فعلا عالما. هلا أنا لا يمكن أن أقول هذا الجدار جاهل، ها؟ لا يمكنك أن تقول هذا الجدار، لأنه ليست له صلاحية أو ليست له صلوحية أن يكون عالما فلم يكن، ها؟ قد تقول هذا كريم وهذا بخيل. فالكريم صفة وجودية، والكرم ما هو؟ هو عدم. هذا صفة سلبية، صفة تسلب إيش؟ الكرم عن الإنسان، شريطة أنه يكون هو في ذاته أهلا لأن يوصف بالكرم فلم يوصف. لذلك أنت لا يمكنك أن تقول هذا حصان كريم أو هذا حيوان كريم، ها؟ أبدا، لأنه ليس من شيمه وليس مؤهلا لأن يكون كريما فلم يكن. فهم هذا الأمر الوجودي، ما هو وجودي وما هو؟ هي نفس الصفات التي تقرؤونها في 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 العقيدة، صفة إثبات وصفات سلب، ولا لا؟ صفات تثبت وصفات سلوب، يسمونها صفات السلوب مثلا. وهي حينما تقرأ هذه تقرأ تلك وتستطيع أن تقارن بينهما، ولكن في 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 سياق آخر وفي مجال آخر. إذن هذا ما يتعلق بالعين، اللي هو ما يمكن أن يكون مستقلا بذاته في مقابل المعنى. وذكرت أن العين منه ما هو مادي يبصر ويدرك بالحواس، من هيش صورة، وما ليس بمادي وهو معنوي. وكذلك المعنى هو منه ما هو وجودي ومنه ما هو سلبي. فما هو موجودي ككريم وشجاع وكذا وكذا، وما هو عدمي فهو ينفي تلك الصفات ويجرد الذات منها. هذا 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 معنى الحديث عن العين والذات، ولكن في غير المجال اللغوي الذي تحدثت في الأول. كنت أتحدث عنه في مجال اللغة، الآن تحدثت عنه في مجال آخر، وما يتحدث به المناطق والمتكلمون يتحدثون عن هذه الآن. فالذي نحتاجه الآن بالنسبة لأصول الفقه هو العين بمعنى الذات، ذات الإنسان. هذا الإنسان عين، أي ذات وحقيقة وجوهر. هذا الإنسان الذي هو ذات وحقيقة وجوهر يحتاج إلى أن تعلق عليه الأحكام، يحتاج إلى أن يخاطب. ولكن ميزة ما هو من قبيل أحكام الأعيان أنه يتوجه إلى الناس أفرادا لا مجموعات. فإذا قلت هذا فرض عيني، فمعنى ذلك أن كل واحد بعينه بذاته هو مطالب به. لأن تعرفون أن العين دائما يعبر عن الذات بالعين. جاء زيد عينه، مش جبت عينه، عينه هو ذاته. جاء زيد نفسه، شنو تسميه هذا؟ توكيد. لماذا احتجنا إلى توكيد؟ لإلغاء جميع الاحتمالات، لأن بعض اللغويين يقول إن الجملة العربية يحتمل يداخلها احتمال ورود المجاز فيها. فأنت إذا قلت جاء زيد فلك احتمال أن لا يكون هو الذي جاء، وإنما أرسل إليك ولده، ولكن الولد هو بمثابة أبيه. أنت ضيفت أناس أشخاصا، دعوتهم، فلم يأتي زيد إنما أرسلك وبعث إليك بابنه ليعلمك بأنه حاضر معك. فتقول للناس جاء زيد، لأنه أرسل من ينوب عنه ومن يمثله هو ولده. لكن حتى إذا أردت أن تبعد هذا الاحتمال تقول جاء زيد نفسه وجاء زيد عينه. فالكلمة العين بمعنى الذات، أي لم ينب آخر، لم يحل آخر مكانه. بمعنى هذا ما ذكرت بأن العين هنا بمعنى الذات، بمعنى أن الأشخاص
الأشخاص يتوجههم إليهم يتوجه إليهم الأمر بأفرادهم فيسأل فيوجه إليهم ويطيعون فردا فردا ويحاسبون كذلك فردا فردا. هذا معنى الفرد. أشياء كثيرة سأذكرها إن شاء الله مما هو عيني. أعود الآن إلى هذه الفعل الذي هو فعل أو كفى الذي منه الكفائي. ما معنى الكفاية؟ الكفاية هي سد الخلة والقيام مقام الغير في فعل شيء. الله تعالى حينما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده؟ معنى هذا معنى أن الله تعالى لن يترك لك أن تواجه ذلك الخصم أو أن تعالجه أو تشتغل به، بل هو سبحانه الذي يتولى ذلك. وحينما يقول الله أليس الله بكاف عبده، فهي إعلان انتصار للعبد. حينما كان الإنسان يريد أن يبرأ من الحول والطول ويريد أن ينتصر، ماذا يقول؟ يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا قال حسبنا الله ونعم الوكيل فقد تجرد من الحول والطول وانسحب وأوكل الأمر إلى الله. فما يوكل إلى الله لا يضيع، لأن الله لا يضيع ما يوكل إليه. وأكبر نوع من أنواع في حقيقة المواجهة للإنسان الآخر أن يوكل إلى الله ويقال له حسبك، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا قيل هذا فهي لذلك هو أكبر أنواع الدفاع هي اللجأ إلى الله تعالى وتفويض الأمر إليه، وأن يقول الإنسان حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا قالها صدقا فالله تعالى يتولاه. ومنه كفى بالله شهيدا. كفى بالله شهيدا في القرآن، كفى بالله شهيدا أي هو كاف ولن تحتاج إلى غيره في هذا. وكفى بالله شهيدا يعتبرها البعض، يعتبر البعض كفى بالله شهيدا اسم فعل ماض هكا كفى به شهيدا، ويرى البعض أنها فعل ماض عادي والباء فيها زائدة. كفى بالله شهيدا أي كفى الله شهيدا، وإنما أضيفت الباء، وإن كان بحسب الصناعة يقال الباء زائدة. إذا قلنا كفى الله شهيدا قلنا إن الباء زائدة بحسب الصناعة النحوية، ولكن بحسب المعنى فقول الله تعالى كفى بالله شهيدا فيه تمتين النسبة بأن الله هو الشهيد، فالباء لا يمكن أن تكون زائدة من حيث المعنى. فأنت إذا قلت ما أنا بتارك فقد أكدت أنك لن تترك أكثر مما لو قلت ما أنا تارك. ما أنا بفاعل هي في اللغة أقوى وآكد من قولك ما أنا فاعل، لأن الزيادة في المبنى تؤذن بزيادة في المعنى. إذن فهذا معناه أن الكفاية هذا معنى القيام مقام الغير. هناك شيء في يتداول في الاصطلاح وهو الاكتفاء. الاكتفاء والاكتفاء ضرب من أضرب البلاغة القرآنية، ضرب ونوع من أنواع القرآنية. البلاغة القرآنية فيها شيء غير قليل من الحذف، لأن القرآن يفوض إلى المتلقي إلى القارئ أن يستعمل عقله وهو يقرأ القرآن. ولذلك كلما كانت الأشياء بالإمكان أن يدركها الإنسان بعقله فإن القرآن لا يطيل بها. فلذلك تجد في بعض القصص القرآني فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه
قال يا بشرى يا هذا غلام. ترون كيف أن إشارات فقط، أرسلوا واردهم فأدلى دلوه فتعلق به الطفل فأخرجه فكذا، ثم قال. هذا كله لم يذكره القرآن لعدم إضافته شيئا كبيرا من المعنى، المعنى واضح والقرآن يذهب إلى هذا. فلذلك حينما يتحدث القرآن عن شيء بينهما تلازم يذكر أحدهما، سرابيل تقيكم الحر، هذه السرابيل التي تتثر بها الإنسان تقي الحر ولكنها تقي البرد، ولكن البيئة العربية يشغلها أمر الحر أكثر مما يشغلها البرد، لأن الحر فيها كثير، فالحر هو معظم السنة في حر، والناس في بلاد العربية لا يموتون بالبرد، يموتون غالبا بضربة الشمس بالحر. الحر مشكلة بالنسبة لبعض البلاد الحارة، لأن الشمس تكون في بعض المرات عمودية، فالحر فيها كبير جدا في كثير من الدول. الآن دول الخليج فيها حرارة كبيرة مع رطوبة بعض المرات تكون، في حين أن البرد هناك يمكن احتماله، قد لا يكون كبيرا جدا، فليس مشكلا بالنسبة للحر هو. وذلك أكثر ما تجدون لدى الناس هناك هو مكيفات الهواء تبريد، ليس عندهم مسخنات. الجزيرة العربية فيها مسخنات لأن هذا هو، لاحظوا القرآن لاحظ حاجة الناس وما يهتمون به، ثم يقول بيدك الخير، قل اللهم مالك الملك تؤتي بيدك الخير وبيد الله تعالى أيضا الشر، ولكن الناس يهتمون بالخير ويرجون الخير، ومن باب التفاؤل أن يذكر الخير بدل أن يذكر الشر. ولكن المفهوم قيل في هذه الآلة المفتاح، ولكن لا يفتح إلا بعد أن يكون قد أغلق، فالمفتاح قبل أن يفتح لابد أن يكون الإغلاق أسبق، ولكن فيه تفاؤل حينما تقول أعطني المفتاح أولى من أن تقول لا أعطني المغلاق. ولذلك سرى هذا في بعض المرات يمكن الحديث عنه في سياق آخر، وهو اختيار الكلمة. اللغة العربية لغة فيها مراعاة كبيرة جدا لبعض الجوانب النفسية، لغة فيها أدب، ليس فيها جلب لكل ما يمكن أن يعن أو يطرأ، فدائما الإنسان يختار الكلمة الجميلة، القول الجميل، القول الحسن هو هذا. وذلك في الأدبيات حينما تقرؤون مثلا في كتب الأدب، حينما يمر عمر بن الخطاب بشخص فيقول يا أناس يصطلون بالنار، قل يا أصحاب النار، هم يصطلون بالنار، فقال يا أصحاب النار، قال لا تقل يا أصحاب النار، أصحاب النار أناس آخرون، هم أصحاب النار، ولكن هذا شيء لا ليس مما تطمئن إليه النفس، ولذلك لا يقال في هؤلاء أنهم أصحاب النار ونختار. وذلك دائما ورد في لا تقولوا، الله تعالى دائما يقول لعباده لا تقولوا وقولوا، كالناس يقولون كلاما قالوا راعنا، الناس كانوا يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم راعنا، فقال الله يا الذين لا تقولوا راعنا. لماذا لا يقولون راعنا؟ لأن كلمة راعنا ملتبسة، رع بالعبرية هي القبيح، رع إلى الآن، فإذا قلت راعنا كأنك قلت يا قبيحنا، فمع العلم أنك ربما لا تقصد هذا المعنى، ولكن حتى يزول هذا الأمر لا تقل راعنا، قولوا انظرنا. ولاحظوا أن القرآن يفعل شيئا من هذا، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعلم الناس أدب الحديث. حينما تتحدث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار أسماء الصحابة، يقول لبعضه حزن، المسيب بن حزن قال أنت سهل، أحد جد سعيد بن المسيب كان يسمى الحزن، فقال أنت سهل، لست الحزن. ما هو الحزن؟ الحزن هو المكان المرتفع العالي، ليس جبلا ولكنه لا سهل إلا ما جعلته سهل، تجعله الحزن العالي تجعله سهلا، الله تعالى يمهد الأشياء ويجعل الحزن سهلا.
سماه قال له إنك إنك سهل، لكن الرجل غضب لم يفهم قصد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا لست سهلا، إن السهل يداس، السهل يطأه الناس، أريد أن أبقى حزن. قال فأنت حزن؟ قال سعيد فلا زالت الحزونة فينا منذ رفض رسول هذا تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تتبعتم الأحاديث الأسماء التي غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القبيل لوجدتم أن اللغة العربية لغة الشريعة الإسلامية هي لغة راقية وفيها ذوق، فيها ذوق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.